تركي تقول صباح الخير. بس بالله يسهل دكتور، ايش سبب فقر الدم؟ سوء التغذية ولا ايش؟ عندي اكثر البنات فيهم فقر دم. الحقيقة فقر الدم انواع، لكن احنا نتكلم عن الحديد طبعا، ايرون ديفيشنسيمين احنا نسميه فقر الدم الحديد، وهذا اكثر شيء حقيقة الناحية الغذائية. وللاسف هذا اللي قبل شو نقول، احنا الغذاء عندنا سيء جدا، معظم اولادنا لا يتغذون غذاء صحي، لا ياكلون خضار ولا فواكه، همبرجر ما همبرجر اشياء صادق والله. والله. ولا ياكلون الاشياء اللي فيها حديد، الاشياء اللي حديد زي الخضروات الجرجير والجرجير و و و و كويس، ولا اللحوم كبده الكذا. عمرك شفت بنياتنا ياكلن كبده؟ نادر صح ولا لا؟ صح نادر ما ياكل كويس والله. الخضروات ما اشتهي يمه، لكن هالوجبات هذه من اكثر حقيقه الاضرار على المجتمع، هالوجبات الغذائيه. اتكلم طبعا ما ودي اقول شركه معينه، لأنها معظمها ما فيها حقيقة فوائد غذائية كبرى. الله أكبر. لحوم قديمة صح صح كويس ولا، دهون وخبز وببسي. ها تحسب الببسي هذا؟ اي والله ها ما أخذ خيرها وشرها. لا حتى يعني شوف بالله. يعني مواد الغازية هذه كلها سكريات ومضرة، تحصل يحطوا لك لازم. فهذا للأسف الشديد هو معظمها من الناحية الغذائية للأسف. الله عندي اختي الله يهديها، ما ونطلع طلعة لازم ببسي وش كبرة يا أبو عبد العزيز، وأنا وياها شيل وحط على الأقل طيب جبسي في نب. قالتها بعد أخوها أخو الببسي في نب خوم الرضاع موية وسكر وصباغ. والله يا أخي ترى هم ما يدرون والله. أنا الحمد لله ما شربت الببسي من 30 سنة أحسنت. اي والله احسنت. في نب والمياه الغازيه وقفتها من تقريبا 15 سنه. انا وقفتها والسبب ما كنت اتوقعه. قلت انا تركت البيبسي، اشتغلت بس على السفنب من 15 سنه. كنت في اندونيسيا ومعي مدير مكتبي يوسف، ومعنا واخوه، اخوه اسمه هدى عندهم، لان ماخذينه من القران هدى ولا هو رجال اسمه هدى. فاحنا كنا نفطر وطلبت سفنب. يوم طلبت سفنب كني طالب شيء يعني سم والله العظيم. صحيح صحيح. قالوا لي كيف تطلب هذا؟ هذا خطر عليك، هذا كذا. صحيح والله ما ادري. انا يعني الحين ديك واحد يوعيك، يعني اشكر اللي يوعي الاخرين صراحه. من بعد ابو عبد العزيز كنسلت طلبه ولا شربته من ذاك اليوم. عزيزنا احسن فيك. انا تقريبا تركته من عام 1416 او 17 البيبسي، يعني تقريبا 6 سنوات كده. 26 سنه او 27 سنه ما شاء الله. وتركي له كنت زائر واحد في المستشفى من المره. نعم صبح عليك زود الله يطول عمرك. نعم بهالمره اخوي سالم العذبه من المره. نعم جيته في المستشفى مسوي عمليه عندنا في الرياض هنا، متبرع له اخوه بكليه. ايش اسبابها؟ قال اني كنت اشرب البيبسي اوف باسراف بكثره. يعني يقول اشرب 3-4 علب 5 علب في اليوم. توقفتها فشفت ان البيبسي بس الحاله العطم ملعط. والله الحاله عاد يبين جايبين الدكتور عشان يعطينا طريقه للفرامل. نفسه ترى حاول والله الحلا نفس البيبسي ترى. هذا سعيد اخو مبارك. اخو سعيد اخو مبارك مضره، كلها مضره. شوف كيف؟ والله كله مضر. وذلك ليش أنا قلت تعزيز الصحة والثقافة الغذائية يا جماعة هي العلاج ترى. ما شاء الله. مع الرياضة والله يا جماعة لو ركزنا على الرياضة، الثقافة الصحية، تعزيز الصحة، والله يا جماعة الخير أمراض كثيرة يعني حتقل بشكل كبير. صادق. هذا